السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد، ويا أهلا ومرحبا بكل متتبعي وأوفياء قناة عالم المرأة العربية للوصفات الطبيعية. أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي أحسن الأحوال. إذا أخواتي، فيديو اليوم إن شاء الله هو من الفيديوهات المميزة جدا، فسأشارك معكم وصفة كريم ليلي طبيعي من أروع ما يكون. لا أبالغ إذا قلت لكم بأنه يضاهي كريمات عالمية تباع بأثمان غالية، بحكم أن مكوناته طبيعية 100%، بسيطة جدا وفي متناول الجميع. أما النتيجة فبالفعل مبهرة، يعطي نضارة للبشرة، توهج وإشراقة، يصفي البشرة من التصبغات كأثار الحبوب وآثار حروق الشمس، يشد البشرة ويحميها من علامات الشيخوخة المبكرة ويمنحها كولاجين طبيعي. إذا على بركة الله، قبل أن نتعرف على الوصفة أدعوكم بداية للاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، ولا تنسوا تفعيل الجرس وطبعا لايك للفيديو إذا أعجبكم أكيد. فمباشرة أخواتي، بالنسبة إلى أهم عنصر أو مكون في هذه الوصفة كما تشاهدون في الصورة، لدينا هنا الأرز. بالنسبة إلى الأرز أخواتي، هنا أقصد الأرز الغير مطبوخ وليس المطبوخ، الأرز الأبيض الأخضر العادي. نقوم بإضافة مقدار ملعقتين من الأرز. بالنسبة إلى هذه الكمية أخواتي تكفي يعني لشخص واحد، إذا أردتم كمية مضاعفة فعادي جدا. طيب، بالنسبة إلى ثاني مكون في الوصفة هنا، سنحتاج كذلك إلى الحليب المجفف، بودرة الحليب أو نيدو. لمن تتساءل عن دور الحليب، هنا يلعب دور المرطب والمهدئ لتهيجات البشرة، مثلا للبشرة الحساسة التي تعاني من مشكلة ظهور الحبوب الرقيقة تحت الجلد، إضافة إلى أنه يرطب ويفتح البشرة بطريقة رائعة جدا. نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الحليب المجفف هكذا. وكثالث مكون في الوصفة مهم للغاية ولا بد منه في هذه الوصفة، سنحتاج هنا أخواتي إلى لبان الذكر أو اللبان المر كما يعرف في بعض الدول العربية كما يتضح لكم في الصورة. هو متوفر عند العطارين وبائعي الأعشاب. أكثر ميزة يعرف بها لبان الذكر هي أنه يشد البشرة ومقاوم للتجاعيد والخطوط. بالنسبة إلى كمية اللبان هنا، سنقوم بإضافة يعني كمية بسيطة، تقريبا 4 إلى 5 حجارة تكون كبيرة أو حجارة تكون هكذا صغيرة. نتجنب الحجارة التي يكون لونها يعني بني لأنها غير صالحة. وأخيرا سنقوم بإضافة آخر مكون في الوصفة. هنا سنحتاج، يفضل لو نقوم بإضافة كمية من ماء الورد، لكن لذوات البشرة الحساسة من ماء الورد بإمكانكم استعمال الماء المعدني. كما سبق وأن ذكرت، لمن لا يتوفر لديها الحليب المجفف بإمكانك تعويض ماء الورد أو الماء المعدني بالحليب العادي. فهنا سأقلب جيدا إلى غاية ما يصبح لدينا يعني سائل تماما مثل الحليب هكذا. فبعد التقليب جيدا أخواتي، سنترك هذا الخليط جانبا لمدة ليلة كاملة منقوع، حتى يعني ينزل لبان الذكر ذلك السائل الأبيض الشفاف، وإلى غاية ما يترطب لنا الأرز جيدا. فأخواتي، أنا كنت قمت بهذه الخطوة عفوا مسبقا، وها هي النتيجة. يبدو لي أنه لا يظهر لكم يعني القوام، ولكن أصبح القوام ثقيل جدا وأصبح الأرز يعني حجمه تضاعف وأصبح رطب. إذا أخواتي، بالنسبة الآن إلى الخطوة الثانية، وهي أن نستعين بكسرونة أو إناء عازل للحرارة، ونقوم بتصفية هذا المنقوع يعني بعد ليلة كاملة، ونقوم بوضعه في كسرونة بهذا الشكل. نتخلص من الأرز والبقايا بهذا الشكل، وسنأتي هنا لإضافة دقيق الأرز. دقيق الأرز مهم للغاية في هذه الوصفة، هو الذي سيعطينا القوام الكريمي. فقط بالنسبة إلى الأرز هنا أخواتي، يمكن تعويضه بالنشا، ولكن أخواتي النشا أفضله دائما لذوات البشرة الدهنية. نقوم هكذا بالتقليب قليلا، عفوا أخواتي الكمية تقريبا ملعقتين.
فبعد هذا نقوم بوضع هذه الكسرونة على نار تكون هادئة جدا، لا نغفل عليها، إنما نقوم بالتحريك المتواصل حتى لا يترسب لنا يعني دقيق الأرز بالقاع، إلى غاية ما يبدأ هذا الكريم يجمد ويصبح لدينا قوام كريمي تماما. وأخيرا أخواتي، هذه هي النتيجة النهائية للخطوات السابقة، يتشكل لدينا قوام كريمي تماما مثل الصورة، ها هو. فبالنسبة إلى آخر مكون سنقوم بإضافته للوصفة هو لغرض الترطيب، هنا حسب نوع البشرة، إذا كانت البشرة جد حساسة نستعمل زيت اللوز الحلو، إذا كانت البشرة عادية يفضل لو نستعمل كبسولات الفيتامين A أو الفيتامين H، ويمكن كذلك استعمال زيت الفيتامين عادي جدا، كما يمكنكم استعمال أي زيت مرطب يتناسب مع نوع البشرة. فسنقوم بإضافة يعني كمية ملعقة متوسطة من الزيت، ها هي الكمية بهذا الشكل، ونخلط جيدا. هذا الزيت أول شيء سيعمل على ترطيب البشرة ويحميها من ظهور الخطوط، لأن أكثر سبب يسبب ظهور الخطوط والتجاعيد هو عدم الترطيب. فبعد الخلط جيدا أخواتي، ضروري جدا وضع هذا الكريم في علبة زجاجية أو برطمان زجاجي، ووضعه في باب الثلاجة في درجة حرارة منخفضة. بالنسبة إلى طريقة الاستعمال، يوميا قبل النوم نبدأ في تطبيق هذا الكريم على البشرة بهذا الشكل، نحاول تطبيق يعني طبقة خفيفة جدا حتى تتشربها البشرة بكل سهولة بهذا الشكل، ونبدأ في عمل حركة دائرية بهذا الشكل حتى تتنشط الدورة الدموية. فكريم سهل جدا تتشربه البشرة بكل بساطة، يفضل لو يترك هذا الكريم لمدة ليلة كاملة، لمن تتحمل فيفضل ليلة كاملة، لمن لا تتحمل رجاء هذا الكريم لا يوضع أقل من مدة ساعة، لمدة 3 أيام صدقوني ستكون البشرة مشرقة متوهجة فيها تغير جذري، فجربوا وعودوا لي بالنتيجة. بالنسبة إلى مدة صلاحية هذه أو هذا الكريم أخواتي، يعني من مدة 3 إلى 4 أيام كأقصى حتى تبقى في باب الثلاجة. هذا الكريم كذلك هو صالح لكل أنواع البشرة بما فيها الجافة الدهنية وحتى الحساسة، لكن من باب الأمان يفضل لذوات البشرة الحساسة أن تطبق هذا الكريم على منطقة بسيطة، مثلا منطقة الذقن، تلاحظ إن لم تبدي أي ردة فعل سواء حساسية أو إحمرار، يمكنكم بعد ذلك استعمال هذا الكريم. صدقوني في غضون 3 أيام أعيما أقول النتيجة ستلاحظونها بأم أعينكم. فقط كما أقول لكم دائما أخواتي، المداومة ثم المداومة ثم المداومة هي المفتاح لنجاح الوصفات. فإلى هنا أخواتي، كما أقول لكم دائما، إذا كان لديكم أي تساؤل أو استفسار بخصوص أي وصفة لا تترددوا في كتابة التعليقات والاستفسارات عفوا، فسأرد عليكم واحدة تلو الأخرى بإذن الله. وإلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.